السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. درسنا النهاردة عن نظام الحكم العثماني في مصر. اتكلمنا في الدرس اللي فات ان السلطان سليم الأول نجح في إخضاع مصر للسيادة العثمانية، وترتب على الكلام دوت ان مصر فقدت استقلالها وتحولت مصر لولاية عثمانية. وكان نظام الحكم العثماني لمصر نظام استبدادي يعني ظالم، وتألفت هيئات الحكم في مصر من الوالي والديوان والحامية العثمانية والمماليك. أول حاجة هنتكلم عنها الوالي، وظيفته كان نائب السلطان في الولاية، مدة حكمه كانت من سنة لثلاث سنوات، وهي كانت تعتبر مدة قصيرة حتى لا ينفرد بالحكم، ومقر حكمه كان القلعة، مهمته الإشراف على تنفيذ أوامر وقرارات السلطان العثماني، وإرسال الخراج المفروض على البلاد إلى السلطان، والحفاظ على الأمن في الولاية، ودعوة الديوان للإنعقاد. تاني هيئة معانا هي الديوان، وكانت بتتكون من كبار ضباط الحامية العثمانية، والموظفين والعلماء والأعيان. وظيفته كان ليه سلطة رقابية على الوالي. تالت هيئة معانا الحامية العثمانية، وكانت بتتكون من فرق عسكرية من الجيش، وظيفتها الدفاع عن البلاد. آخر هيئة معانا كانت المماليك، وظيفتهم كان حكم الأقاليم في البلاد، واعتمد العثمانيين على المماليك لخبرتهم الطويلة في حكم البلاد. تاني حاجة هنتكلم عنها أحوال مصر في ظل الحكم العثماني. تدهورت أحوال مصر الاقتصادية والاجتماعية والعلمية والثقافية. أول حاجة معانا الحياة الاقتصادية، أدى سياسة الدولة العثمانية في مصر إلى تدهور الحياة الاقتصادية بسبب إهمال الزراعة وتأخر الصناعة وكساد التجارة. تاني حياة معانا هي الحياة الاجتماعية، كانت الحياة الاجتماعية في مصر أثناء الحكم العثماني تفرق بين الحاكم والمحكوم، فكان الحكام بيتمتعون بالثروة والنفوذ والقوة، بينما حرم المحكومين اللي هم المصريين من خيرات بلادهم. تالت حياة معانا هي الحياة العلمية والثقافية، تدهورت الحياة العلمية والثقافية في مصر أثناء الحكم العثماني، وده بسبب اقتصار التعليم في الأزهر الشريف على حفظ القرآن ودروس الفقه والتشريع، وعدم الاهتمام بالعلوم العقلية زي الرياضيات والطبيعة، وتدهورت الحياة الأدبية وتوقف نشاط التأليف. آخر حياة معانا هي الحياة الفنية، كانت مصر بتمتلك ثروة هائلة من العمارة والفنون والآثار في عصر سلاطين المماليك، وتدهورت الحياة الفنية في مصر أثناء الحكم العثماني بسبب اضمحلال وتأخر الحرف والصناعات، وقيام السلطان سليم الأول بترحيل أمهر الصناع والحرفيين للأستانة في الدولة العثمانية. آخر حاجة معانا في الدرس هي نتائج الحكم العثماني على مصر. عانت بعض الطوائف في المجتمع المصري من مشكلات الفقر والجهل والمرض، وساد الجمود والتقليد والتأخر كافة نواحي الحياة،